يعني تعلن انسحابها من روسيا، ما الأثر المنتظر من هذه الانسحابات على الاقتصاد الروسي في الفترة المقبلة، وأي القطاعات تبدو الأكثر تضررا برأيك؟ صحيح نادين، ويمكن بالأمس رأينا شركة بيكر هيوز للخدمات النفطية الأمريكية تنضم إلى رقم الشركات التي أعلنت وقف عملياتها التشغيلية في روسيا، وهي الشركات الأمريكية بشكل عام واجهت انتقادات، خاصة شركات النفط، وأنا هنا أركب باعتبار أنه هو القطاع الرئيسي لدى الاقتصاد الروسي باعتباره اقتصاد ريعي بالأساس، وتعتمد الموازنة العامة لروسيا على عائدات النفط والغاز. بالتالي إعلان الشركات الطاقة الأمريكية وغيرها الغربية هي التخارج من السوق الروسي أو من قطاع الطاقة الروسي سيلقي بظلاله على الاقتصاد بشكل عام. أيضا تفقد روسيا التكنولوجيا والشركات التي ساهمتها في الاستقلال الأمثل للموارد الطبيعية، هذا إذا ما تحدثنا بشكل نظريا. فعليا العقوبات التي واجهت روسيا خلال الفترة الماضية هي لا تتعلق بحظر الواردات أو صادرات روسيا من النفط، ولكن إذا ما نظرنا إلى هذه الشركات التي أعلنت تخارجها من روسيا، إذا ما نظرنا إلى شركة هالي برتون على سبيل المثال أعلنت عن وقف استثماراتها المستقبلية في روسيا، وأيضا إذا ما نظرنا إلى شركة شل التي أعلنت وقف شراء النفط الروسي، وإذا ما نظرنا إلى بيان الشركة نجد أنها أوقفت عمليات الشراء من السوق الفوري وليس العقود، معنى ذلك أن العقود طويلة الأجل هي مستمرة. كذلك إذا ما نظرنا إلى الشركات الأخرى وحتى على مستوى الدول، فكندا على سبيل المثال أعلنت وقف وارداتها من النفط الروسي، ولكن واقع الأمر كندا لا تستورد النفط الروسي. بريطانيا أعلنت وقف شراء النفط الروسي ولكن بنهاية 2022. بشكل عام هذه المقاطعة من الشركات ومن الدول سوف يكون لها الأثر على المدى المتوسط أو على المدى طويل الأجل على الاستثمارات في القطاع الروسي، ولكن حاليا القطاع الطاقة الروسي لم يتأثر بذلك صحيح. الشكل الذي تصوره وسائل الإعلام بأنه تضرر كثيرا، باعتبار أن إذا ما نظرنا إلى أكبر مستوردي نعم الطاقة سيد شوقي، الروس وهم الأوروبيين. نعم السيد شوقي مهدي الصحفي متخصص في شؤون الطاقة، كنت معنا مباشرة من تورونتو بكندا، شكرا جزيلا لك.